عقد المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة مؤتمرا صحفيا في صنعاء ناشد فيه العالم بإيقاف الحرب والحصار عن اليمن لما سببه من أضرار لا حصر لها على اليمنيين منهم شريحة المعاقين. ما يقارب 300 مركز وجمعية مهتمة بتقديم وتوفير خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف محافظات الجمهورية توقفت عن أعمالها بسبب الحرب السعودية على اليمن. ذلك ما كشف عنه المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة صنعاء تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. نحن أكبر شريحة ونحن قادمون على رفع دعوى دولية في أكبر المحاكم على العدوان الغاشم الخليجي والسعودي والأمريكي والصهيوني، ويجب أن نحن نأخذ تعويضاتنا قبل أن يأخذ أي إنسان. صندوق رعاية وتأهيل المعاقين نوه إلى أن الحرب تسببت في آثار كارثية على حياة المعاقين، إذ أصبحوا يفتقدون لأبسط الخدمات الأساسية كالأدوية والمستلزمات الطبية بعد أن قصف العدوان المنشآت التي تمول صندوق المعاقين من أبرزها مصانع الإسمنت والموانئ وغيرها، داعين إلى رفع دعوى قضائية ضد المعتدين على اليمن. وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الحقوقية في العالم والأحرار والشرفاء إلى إيقاف هذا العدوان ورفع هذا الحصار على شعبنا وإيقاف تلك المجازر البشعة اليومية بحق شعبنا. ولا أخفى أن هناك تزايد أعداد كبيرة ومخيفة من المعاقين جراء هذا العدوان. معاناة المعاقين تزداد يوما بعد يوم، ومجتمع دولي يستمرئ معاناة اليمنيين بما فيهم المعوقون. طالب الاتحاد الوطني للمعاقين مجلس الأمن برفع الحصار وإيقاف الحرب على اليمن ومحاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الإبادة الجماعية بحق اليمنيين. هذا المؤتمر الصحفي نهدف من خلاله إلى توضيح المعاناة والتحديات والصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المؤتمر شارك قيادة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، الإعاقة السمعية والبصرية والحركية، وهم قد تكلموا طبعا عن التحديات التي تواجه كل إعاقة على حدة. المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة أصدر بيانا في مؤتمره الصحفي نشد فيه كل المنظمات المحلية والدولية والخيرية القيام بدورها الإنساني في تقديم الدعم والإغاثة للمعاقين للتخفيف من معاناتهم. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء. ختام النشرة تذكير بعناوين